بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن موضوع الـ Impact Identification، اللي هي معناها إيه؟ تحديد الأثر البيئي. طبعاً عشان نتكلم عن تحديد الأثر البيئي لابد إن إحنا هنستعرض مراحل تقييم الأثر البيئي اللي اتكلمنا عنها في المحاضرات السابقة، وطبعاً هنوضح دلوقتي الفلوتشارت أو الرسمة اللي بتبين هذه المراحل، نراجع عليها تاني ونقول احنا فين النهاردة من مراحل تقييم الاثر البيئي، واقفين عند اي ستيب هنبدأ نشرحها. زي ما قلنا احنا مثلا بنتكلم عن مراحل تقييم الاثر البيئي، وكلمنا وقلنا ان احنا عندنا اول حاجة طبعا اتكلمنا عن مرحلة السكرينينج وشرحناها بالتفصيل والسكوبينج، وجينا قلنا رقم ثلاثة الامباكت اناليسيس. طبعا الامباكت اناليسيس دي هنقول رسمة تانية تدي تفاصيل. يمكن الفلوت شارت اللي انتم شايفينه ده هو مراحل يعني مختصره شويه، لكن هنشرح رسمه تانية فيها تفصيلات لكل مرحله. يبقى في الامباكت اناليسيس ده اللي هنتكلم عن جزء منه النهارده، وهنكمله بعد كده في المحاضرات الجايه ان شاء الله، وبعد كده مرحله الميتيجيشن. فنتكلم خلينا نتكلم عن هذه المرحله اللي هي رقم ثلاثة، اللي احنا هنتكلم عن جزء منها. لو نظرنا يا شباب لهذا هذه الرسمه اللي قدامنا، اللي هي بتبين لي ايه؟ عندي قلنا البروجكت سكريننج في الاول اللي احنا اتكلمنا عنه، وبعد كده السكوبنج، ايه هي الامباكت والايشو اللي هي شود بي كونسيدرد، وبعد كده المفروض ان احنا بنعمل حاجتين بيبنى عليهم موضوع الايدنتيفيكيشن اوف امباكت، اللي هو ايه؟ ديسكريبشن بتاع البروجكت ديفلوبمنت والالترناتيف والبدائل. والبدائل دي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، بدائل المشروع وانواع كثيره قلناها من بدائل، سواء البروسيس سواء اللوكيشن سواء اي حاجه من البدائل اللي اتكلمنا، اي نوعيه احنا مش هنعيدها تاني عشان ما نضيعش الوقت. بعد كده عندنا الديسكريبشن اوف ذا انفايرمنتال بيز لاين، اللي هو كلمه وصف اللي هي الموجوده ديسكريبشن اوف ذا انفايرمنتال بيز لاين، اللي هي موجوده في البلوك رقم واحد اللي فوق دوت. ده معناها ايه؟ وصف الوضع البيئي الحالي، مكونات البيئه وضعها الحالي ايه. وهنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل لما نيجي للجزئيه بتاعه الكلام ده في السلايد اللي بتقول هذا الكلام. بعد ما احنا يعني بناء على وصف المشروع ووصف البيئه الحالي، مكونات البيئه الحاليه، وصف المشروع وهنقوله بالتفصيل ايه هو، بعد كده بتدخل مرحله ايدنتيفيكيشن اوف كي امباكت، اللي هي تحديد الآثار البيئية الرئيسية اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل النهاردة إن شاء الله. خلونا نقول الرسمة اللي قدامنا دي بتبين لي إيه؟ إيه هو الأثر البيئي؟ إيه هو الأثر البيئي؟ يعني أنا لما أجي أنظر يا شباب لهذه الرسمة وأقول environmental parameter وعندي التايم، وأقول إن أنا في البارامتر ده أنا مثلا بعمل مراقبة أو بتابع النوكس او السوكس، اكاسيد النيتروجين او اكاسيد الكبريت، البيز لاين بتاعي او الخط اللي ماشي ده كده عامل يتارجح ما بين ده وما بين ده. لو خدنا خط حتى كده يبقى عرفنا تقريبا النوكس، مستوى النوكس في الجو ماشي ازاي. نيجي النوكس اللي هو اكاسيد ايه؟ نيتروجين. لو جينا بصينا ان المنحنى ده، خلي بالك معايا، البروجكت بيبدا في الخط العمودي هنا بنبداه. اول ما بيبدا المشروع ده نتيجة تأثير المشروع هيحصل إيه؟ إن الخط اللي فوق ده ويز بروجكت، والخط التاني ده اللي هو طبيعة مثلاً النوكس في الجو قبل ما المشروع يتعمل. أو ما المشروع يتعمل تلاقي الخط بيطلع لكده، يبقى معناها إن المسافة ما بين الاتنين دول أو الجزء الموجود ما بين الويز بروجكت والويزاوت بروجكت هو ده الأثر البيئي. يبقى فهمتوا أثر بيئي يعني إيه؟ يعني معناها إن أنا ما هو التأثير الذي تم، أي تأثير بيحدث تغير في البيئة الحالية في حالة عدم وجود مشروع. يبقى أنا بقول أثر بيئي من مشروع اللي هو أي تأثير يغير في خواص أو في مثلا في خواص العنصر معين أو خواص كومبوننت معينة، إن افرض إن المية أو الهواء ليه تركيز معين، ورحت قعد ما عملت المشروع بدأت أي تحاليل ألاقي إن في تغيرات، ده اسمه إيه هو؟ وده طبيعة الأثر البيئي اللي هو طبعا موجود عندنا هذه الرسمة الموجودة. أعرف إيه هي بقى الـ environmental component؟ الرسمة دي بتوضح لي أنا عندي الـ air والأتموسفير، زي ما كنا بنقول إن في نوكس موجود، يعني air quality دي برضه component،
الووتر ريسورس اند ووتر بوديز اللي هي الووتر كواليتي اند كوانتيتي، كميه الميه ونوعيتها. دي برضه من الكومبوننت اللي هي السويل اند جيولوجي، جيولوجي التربه والجيولوجيا بتاعتها، الفلورا والفونا النبات والحيوان، الهيومن بينج، اللاندسكيب اللي هو المنظر الجمالي، الكالتشرال هيريتج اللي هي ايه؟ التراث الثقافي، الكلايمت، الانرجي. ده بنسميه فيزيكال انفايرمنت، بنسميه ايه؟ فيزيكال انفايرمنت. السوشيو ايكونوميك اللي هي لها علاقه بالبيئه الاقتصاديه الاجتماعيه، يعني تقول الامبلويمنت هيحصل فيها ايه؟ الدايركت امبلويمنت والنون بيزك اند سيرفيس امبلويمنت، الديموغرافي اللي هو البوبيليشن وماشي ازاي عدد السكان، الهاوسنج الاسكان هيحصل فيه ايه؟ ده كله اسمه سوشيو ايكونوميك، اللوكال سيرفيسز جميع الخدمات، الهيلث، الاديوكيشن، كل الخدمات الموجوده، السوشيو كلتشر، الكلتشر اللي هي ايه؟ اللايف ستايل، كواليتي اوف لايف اللي هو ايه؟ نمط الحياه ومستوى الحياه، والسوشيال بروبلمز، هل في كرايمز، جرايم، في ضغط على المجتمع، كل دي بنسميها ايه؟ الانفيرومنتال كومبوننت، اللي هي لما اجي اقول البيز لاين ديسكريبشن يبقى لازم اوصف الحاجات دي وانا بعمل دراسه تقييم الاثر البيئي. تعالوا يا شباب نقول بقى ما هي انواع الامباكت. انواع الامباكت اللي عندي انواع الامباكت، اما يكون دايركت اند اندايركت، مباشر او غير مباشر، شورت ران اند لونج ران، على المدى القصير ولا البعيد، يعني في امباكت على المدى القصير وفي بياخد على المدى البعيد على الزمن البعيد، لوكال اند استراتيجيك، هل هو ممكن يكون عندي محلي او اقليمي او دولي. بدينا نقول مثلا النوكس او السوكس او الكلايمت تشينج او تلوث الهواء اللي بيحصل ده حاجه بتاثر ايه في الجلوبال وورمنج، يبقى بتنتشر بتاثر على حاجه عالميه، وعشان كده الاتفاقيات بتقول لك ايه؟ بتلزمك لانك انت موجود جوه بلدك لكن انت مؤثر على الجلوبال وورمنج العالمي، فممكن يبقى استراتيجيك او حاجه دوليه او حاجه ريجونال او حاجه محليه في قلب المكان بتاعك. ادفيرس اند بينيفيشال، ممكن يبقى عندي الاثر البيئي ده اما يكون ان هو اثر ايجابي او اثر سلبي. طب في عندي اثر نوع تاني اسمه ريفيرسيبل اند ايريفيرسيبل. الاثر البيئي اللي هو الريفيرسيبل اللي هو ينفع اعمله ميتيجيشن تخفيف والبيئه ما يحصلهاش تستعيد وضعها الطبيعي. الريفيرسيبل لا ما ينفعش تحصل فيه بل بيعمل لي تدهور في ايه؟ في البيئه. الريفيرسيبل اللي هو نقدر ان احنا نعدله ونخففه والبيئه تستعيد وضعها، اما الريفيرسيبل لا ده ما ينفعش فيه التخفيف بيعمل لي تدهور في البيئه. هل الاثر ده كوانتيتيف اند كواليتيتيف اللي هو كمي ونوعي؟ ممكن برضو الاثر ده بقيسه بقيمه كميه، احلل تحليل اقول والله التحليل ده بيديني كذا، ممكن حاجه ثانيه اقول لك والله لا الشكل العام يبقى معناها ايه؟ حاجه خاصه بالكواليتي. ديستريبيوشن باي جروبس ولا باي اريا، هل هو بمجموعه من الناس ولا على مستوى مساحه كبيره؟ هل هو اكشوال اند برسيف، هل هو واقعي فعلا ولا مستنتج او مدرك يعني؟ ريلاتيف تو اذر ديفلوبمنت، يعني معناها ان هو له علاقه بالمنشآت الاخرى في المكان، هل هو فيزيكال ولا سوشيو ايكونوميك؟ واتكلمنا على معنى فيزيكال وسوشيو ايكونوميك قبل كده. كل مع بعض حاجه ان انا عندي الامباكت اناليسيس اللي احنا قلناه في الرسمه الاولى لما قلت لكم الرسمه دي قلناها قبل كده وجينا عملنا رسمه تفصيليه. الامباكت اناليسيس ده بيتقسم لثلاث كومبوننت، اول حاجه منهم امباكت ايدنتيفيكيشن، وبعدين امباكت بريدكشن اللي هنقوله بعد كده، وامباكت ايفالويشن. امباكت ايدنتيفيكيشن يعني انا بقول بيزد على بناء على حاجتين مهمين، على وصف المشروع بكافه تفاصيله وهنقولها وصف المشروع بنوصف فيه ايه، وبالاضافه الى وصف البيئه الكومبوننت بتاعتها كلها وصفها وصف دقيق، بناء على الاثنين دول بنحدد الامباكت ايدنتيفيكيشن اللي هي الاثار البيئيه الناتجه عن هذه الانشطه والمؤثره على الكومبوننت بتاعت البيئه. يبقى دي اسمها امباكت ايدنتيفيكيشن، نحدد كل الاثار واطمنت عرفت كل الاثار من خلال وصف المشروع وانشطته ومن خلال وصف البيئه. طيب بعد كده الامباكت بريدكشن نقول بعد كده هو عباره عن ايه؟ خصائص الاثار. بنيجي نعمل بقى في الاناليسيس بندخل خدنا الاثار كلها عرفنا ده بيأثر على اي كومبوننت وده، نبدا بقى نعمل بقى نشوف قوتها والمدى بتاعها ونشرح
بالتفصيل الدقيق خصائص الاصل. بعد كده الامباكت ايفالويشن. الامباكت ايفالويشن اذا معنى الكلام ده بالنسبه للامباكت ايفالويشن ان انا بعد بشوف بقيم الاثار البيئيه المتبقيه بعد وضع خطه تخفيف الاثار. انا عملت تخفيف وبشوف الاثار اللي انا متوقعها دي وشرحت خصائصها وقوتها والكلام ده كله، اقول في حاجه اسمها هندرسها بعد كده اسمها الميتيجيشن بعد البريدكشن. الميتيجيشن التخفيف بتاع الاثار دي عشان تبقى ويزن الرينج، هل هي الاثار المتبقيه في تقييمي لها، هل هي بعد ما خففناها ايه وضعها بالظبط، هل هي لازالت عاليه ولا منخفضه ولا في ايه الوضع بتاعها بالظبط. فمعنى كلمه ايفالويشن بقيم الاثار المتبقيه بعد التخفيف. بالنسبه لهنا يعني بنشرح تفصيل شويه تاني عن الامباكت ايدنتيفيكيشن. احنا قلناه الحقيقه برضو في الرسمه اللي فاتت، لكن هو نفس الكلام اللي اتقال على تعريف الامباكت ايدنتيفيكيشن. برضو بنقول ان هو بيزد على خصائص المشروع والوصف الدقيق للمشروع وخصائص الوضع البيئي القائم اللي هو وضع البيئه الحالي بالكومبوننت بتاعتها كلها. بنقول بنضمن في الامباكت ايدنتيفيكيشن ان احنا غطينا وقلنا وحددنا كل الاثار البيئيه سواء كانت اثار سلبيه ايجابيه او اثار سلبيه غير ايجابيه، يعني اثار سلبيه ضاره مع كل فيز من المشروع وكل نشاط. احنا برضو من المهم جدا ان احنا بنحدد الاثار دي لاي مشروع خلال مرحلتي الانشاء وخلال مرحله التشغيل ولكل انشطته. فعشان كده بنقول بنضمن كلمه امباكت ايدنتيفيكيشن يعني ايه؟ ان انا بحدد معتمدا على خصائص المشروع ووصف المشروع الدقيق تاني ووصف الوضع القائم للبيئه وخصائصها مكونات البيئه، ان احنا بنضمن ان احنا حددنا على هذا الكلام في هذه المرحله حددنا كل الاثار البيئيه السلبيه والايجابيه مع كل مرحله من مراحل المشروع ومع كل نشاط من انشطه المشروع، ودخل ده كله في اعتباره في موضوع تقييم الاثر البيئي. على ايه هي الايتم اللي هي مطلوبه عشان اوصف المشروع؟ اول حاجه عندي الماب بتاعت اللوكيشن اند الفيزيكال بريزنس اوف ا بروجكت. يبقى معناها خريطه بتبين لي موقع المشروع لاول موقعه كموقع كده على بعضه، المشروع نفسه في الاريا موجود في الاريا دي، وجنبه ايه تاني الانشطه المجاوره لهذا المشروع. يبقى دي الخريطه الاولى. بعد كده بحدد الخريطه بتاعت اللوكيشن دي، بحدد السايت لاي اوت. اللي اوت بقى بتاعه اللي اوت كامل بقى كمان بتاع الكومبوننت بتاعت الايه بتاعت المشروع. يعني المشروع ده موجود اللي اوت كامل للمشروع. بعد كده بقول طبعا ما هو الغرض من المشروع، الغرض ده المشروع ده هيعمل ايه، ديسكريبشن للكومبوننت. يعني بعد ما عملت الخريطه الاولى اللي هي فيها مكونات المشروع، اجي بعد كده في الوصف المشروع اوصف بقى كل كومبوننت على الرسم ده بيعمل ايه وايه مراحل تشغيله خصائصه. ولو كان ده مصنع انا بعمل مثلا مصنع، يبقى هقول كل بروسيس موجوده عندي البروسيس دي بتعمل ايه وايه مدخلات المواد الخام اللي داخله وايه المخرجات بتاعها وايه كل الكلام ده. وكمان بوصف مرحله الانشاء والتشغيل. مرحله الانشاء، في مرحله الانشاء هيحصل ايه في الانشاء؟ والله انا عندي في اول حاجه اعمال مساحيه هتتم، وبعد كده هيحصل ما عندي برضه في المشروع اعمال حفر، اعمال صب خرسانات، اعمال تركيب معدات، كل الكلام ده كله في هذه في هذا كل مراحل الانشاء بالتفصيل بنشرحها، ولازم تكون بكل دقه، يعني كل صغيره وكبيره لازم تتشرح. الدراسه الاثر البيئي وبرضه مرحله التشغيل، المشروع ده بعد ما يشتغل ايه هو السيستم التشغيل بتاعه؟ والله الجزء ده بيشتغل كذا وده بيشتغل وهكذا. يبقى اذا معناها وصف المشروع وصفته وهو بينشا واوصفه وهو بيشتغل اليته ايه في الشغل. لو انا ما وصفتش توصيف دقيق للمشروع تعتبر دراسه تقييم الاثر البيئي غير ناجحه على الاطلاق، لانها تغفل اثار بيئيه نتيجه انك لم توصف توصيفا دقيقا لكل مراحل المشروع ولكل كومبوننت كل مكون داخل هذا المشروع. برضو من ضمن الحاجات في وصف المشروع بقول المشروع ده هو بيشتغل كذا وكذا وكذا وبيطلع بيستخدم ريسورسز ايه، الريسورسز بتاعتي اللي بيستخدمها، بيستخدم ميه منين، بيستخدم الطاقه بتاعته بتستخدم منين،
كل الموارد اللي انا عاوزها، هقول كل الموارد الاخرى طبعا، كل اي موارد مستخدمه حسب طبيعه المشروع بشرحها بالتفصيل، نوعها وكميتها، وبرده بشرح ايه السورس جنريتنج ويست، فين في وسط المشروع انا عارف ان المشروع ده بروسس كذا، البروسس كذا مثلا بتعمل صرف صناعي، يبقى معناها هتطلع لي كميه صرف قد كده، يبقى دي المكان ده بيطلع صرف، المكان ده بيبقى عندي فيه مداخن بتطلع عوادم على الهواء وفيها نوكس وسوكس وهذا الكلام، يبقى كل الكلام ده لازم نقول في حاجات بتؤثر على التربه مثلا وهكذا، فيبقى اذا معناها انا كل السورس اللي هي جنريتنج الويست تمام بالنوع بتاعها بالانواع بتاعتها، سواء هتاثر على تلوث الهواء ولا الميه ولا تربه ولا اي حاجه وكميتها، ده كله لو توصف توصيف دقيق في المشروع ضمنت انك انت لما تيجي تعمل مرحله الايدنتيفيكيشن للامباكت والبريدكشن الخصائص كمان، انك انت ماشي بدراسه دقيقه وبتطلع نتائج بتاعتها، نتائج فعلا تستطيع انك انت تبني عليها يعني المخرجات بتاعت الدراسه، تبقى فعلا تقدر تطبقها بدون ما تحصل مشاكل المشروع بعد كده من وجود اثار بيئيه قد تحدث، ولانك انت ما خدتش في الاعتبار هذه الاثار عشان تعمل لها خطط ايه تخفيف زي ما نشرح موضوع تخفيف الاثار. ما هو كلمه environmental baseline؟ environmental baseline اللي هو الوضع الحقيقي، ناس بعض الناس تقول لك الخط المرجعي للبيئه، لا الوضع القائم للبيئه، وعشان اقول الوضع القائم للبيئه الوضع القائم لمكونات البيئه، يعني الهواء عندي ايه هو تحاليل الهواء بتاعتي حاليا بدون وجود مشروع، الميه الموجوده لو انا عندي مصارف قدامي المشروع ده هيرمي عليها، المصارف دي التركيزات بتاعتها في قياساتها بتاعت الميه الموجوده قد ايه وهكذا، لو في تلوث هواء بيحصل ممكن المشروع ده عندي فيه مداخن في حاجات، فلازم انا احدد اشوف الهواء والتربه اشوف كل حاجه في البيز لاين، كلمه البيز لاين اللي هي الخط الاساسي او الوضع القائم للبيئه بالكومبوننت اللي شرحناها، احنا عندنا في تيبل رجعنا له قلنا فيه الكومبوننت بتاعت البيئه ايه كلها تمام. يبقى اذا وفي هذه الحاله لما بنقول والله بنتوقع منه بيحدد لي الوضع القائم والفيوتشر ستيت اوف انفايرمنت، يعني انا برضو ممكن قوي في حاجات لازم انا اتوقعها، يعني اقول والله افترض مثلا جدلا ان عندي انواع من السمك في بحيره من البحيرات بتنقص دلوقتي، لما اجي اتكلم على وصف البيئه بتاعتي انا عندي الفيزيكال فيتشرز اللي هي البوبيوليشن الموجود قد ايه موجود هنا، عندي الفلورا والفونا النبات والحيوان، السويل، الاجريكلتشر كواليتي، الجيولوجي، الووتر، الاكوفر الميه، الاير، الكلايمت فاكتورز، اللاند سكيب، التراث، اماكن الترفيه والاستخدامات الترفيه، واي حاجه لها علاقه بالملامح او الخصائص الايه او الملامح البيئيه، وده يعني احنا عشان قلناه قبل كده فانا ايه بمشي فيه بسرعه شويه. ما هي طرق تحديد الاثر؟ عندي التشيك ليست اول حاجه، بعد كده اللي هي قوائم مراجعه تشيك ليست، الماتريكس، المصفوفات، كوانتيتيف ميثودز الطرق الكميه، النتوركس اللي هي الشبكات، وبنقول على الشبكات دي اللي هي يعتبر زي ايه الفلو شارت، الاوفرلي ماب، الخرائط المركبه. يعني ايه خرائط مركبه؟ هنشرحها لما نيجي عندها ان شاء الله. ما هي التشيك ليست؟ وات ار تشيك ليست؟ هي قوائم الفحص المنظمه بشكل معين عشان تحدد العوامل البيئيه والاثار اللي يجب اخدها في الاعتبار في دراسة تقييم الأثر البيئي. طبعا موضوع القوائم دي من ميزتها الرئيسية إنها بتشمل كل حاجة، فعشان كده في موضوع العوامل البيئية فبتبقى كل حاجة متحددة بالتفصيل الدقيق، فما أقدرش أنسى حاجة لأنها منظمة بشكل معين، إنها واخدة كل حاجة في الاعتبار، وبالتالي كل حاجة في الاعتبار دي حسب طبيعه كل مشروع بقدر اخد من التشيك ليست دي من قوائم الفحص اكتب قدامه ايه الوضع بتاعه بالنسبه لهذه العوامل. طبعا ما هي ملهاش علاقه، هي بتديني بس القوائم دي العوامل والاثار البيئيه الخاصه بالمشروع ككل، الخاصه بالمشروع ككل، اقول المشروع ده كله هيجيب لي تاثير على الهواء، هيجيب لي تاثير على الميه، ولكن لا تربط ما بين علاقه ما بين
كل مرحلة من مراحل المشروع والأصل. يعني ما بتقوليش والله في مرحلة الإنشاء هيحصل مثلا زي مرحلة الحفر هيحصل إيه، تلوث في الهواء وأتربة هتطلع أو هيطلع إزعاج للناس. ما بتجيبيش كده تقولي المشروع ككل كوان يونت ملهاش دعوة بتفاصيل مراحله ولا كومبوننت بتاعته، ككل هيأثر لي على الهواء وهيأثر لي على المية هيأثر لي على التربة هيأثر لي على الناس الموجودين في المنطقة وهكذا. فدي لا تربط العلاقة ما بين أنشطة المشروع والآثار الموجودة، لكن بتقول الأثر كمجمل للمشروع كمجمل على كل إيه قطاع أو كومبوننت من كومبوننت بتاع كبير. وهنتكلم إن شاء الله على بعض أنواع التشيك ليست اللي هي المفروض إن أنا أشرحها بالتفصيل. يعني هناخد بعض الأنواع، هناخد من الثلاثة منهم اللي هم السيمبل تشيك ليست اللي هي قائمة الفحص البسيطة، الكوشنير تشيك ليست اللي هي قائمة الفحص الاستبيانية، وثريشولد أوف كونسيرن تشيك ليست اللي هي قائمة الفحص المبنية على حدود كمية. يعني مثلا حد كمي عند قيمة كذا أقارن بيه الإمباكت، كمية الإمباكت اللي طالعة عندي لو هو ويزن الرينج ولا لا. فهي اسمها ايه؟ قائمة الحد الكمي ثريشولد أو حد الاهتمام. يعني ممكن نقول هو قائمة، يعني طبعا انتوا عارفين الترجمة الحرفية أحيانا ما بتبقاش دقيقة، لكن احنا نقول ثريشولد أوف كونسيرن هنشرحها بالتفصيل، إن أنا عندي حد أقصى معين بقارن بيه الإمباكت اللي طالع ده وزن الحد الأقصى ولا أقل ولا أعلى منه، وده هنشوفه بالتفصيل إن شاء الله. إيه هي السيمبل تشيك ليست؟ السيمبل تشيك ليست اللي هي بتفيدني إن أنا بحدد إن أنا مفيش حاجة من الآثار البيئية نسيتها واخدتها كلها في الاعتبار. فبيديك مثال صغير جدا، أنا هقول لك أهو عندنا الوضع الموجود دلوقتي أهو، في مثلا إيه؟ موجود هنا الايتمز بتاعتي، الاكواتيك ايكو سيستم، الفيشرز، الغاب فورست، الغابات وهكذا، السويل، جراوند ووتر، اير كواليتي. شايف حاطط ايه؟ حاطط معظم كل الكومبوننت. وبالتالي انا مجرد على طول هي اوريدي متنظمه بشكل معين هذه التشيك ليست، فانا مجرد باجي اقول ايه؟ هل هو الاثر عاملين خانتين ادفيرس ولا بينيفيشال؟ ادفيرس يعني اثر سلبي، وبينيفيشال اثر مفيد وايجابي. واجي اقول هنا شوف انا مقسمها كمان، حاطط في الاثار السلبيه اس تي. اس تي معناها ايه؟ معناها شورت تيرم. طيب ال تي لونج تيرم على المدى البعيد. طيب عندي الار معناها ايه؟ ريفرسبل امباكت. احنا قلنا يعني ايه ريفرسبل امباكت؟ الاي ار ايه ريفرسبل امباكت؟ بعد كده اللي بعديه ال يعني ايه؟ يعني معناها عندي لوكال الاثر بتاعي ده على المجال اللوكال. طيب عندي علامه دبليو، علامه دبليو معناها ايه؟ ان هي معناها وايد، معناها ايه؟ وايد رينج. طيب عندي برضو البينيفيشال، في برضو نفس الكلام شورت تيرم لونج تيرم ال تي، وعندي كمان اس اي معناها ايه؟ سيجنيفيكانت. تمام، وعندي كمان ال تي ال ان اللي هي بتبين ان هو نورمال. ده في الاثار الايجابيه. واجي هنا اشوف هذا الكلام واقول كل حاجة، أجي أقول والله بالنسبة للمشروع. شوف هنا بقى الفرق، إن أنا بكلمك بقولك المشروع ككل، ما بقولش المشروع بقى في المرحلة في الجزء اللي بيشتغل عمل النشاط الفلاني جوه المشروع علاقته بكل حاجة، لا بتكلم على المشروع كتوتال. الأدفيرس والله في الأكواتيك إيكو سيستم، في هل عندي شورت تيرم ولا لونج تيرم؟ لا على اللونج تيرم. طيب هل الأثر ده على ده ريفرسبل؟ لا مش ريفرسبل. لكن إيه الريفرسبل؟ معناها ان هو يحصل مشكله تدهور مش هقدر اصلحه بموضوع تخفيف الاثار. طب عندي اللونج ال اللي هي ايه معناها؟ اللي هي اللوكال، على اللوكال بس، التاثير هيجي على اللوكال وهكذا. واجي على البينيفيشال برضو، واجي في الاخر اقول والله الاثار البيئيه اكتر. لو انت لاحظت حاجه مثلا تيجي تلاقي في كومبوننت، تلاقي الكومبوننت دي ماشيه في كل حاجه. الفورست شوف مليانه اثار سلبيه، لكن في الايجابيه ما فيش حاجه خالص، تقريبا اثار قليله. وده دايما بيحصل ان الاثار الايجابيه بتبقى اقل من الاثار السلبيه. طبعا معظم الشغل الاثار طبعا كلها سلبيه، معظمها سلبيه باستثناء جزء صغير بيبقى فيه اثار ايه؟ ايجابيه. وهكذا واقدر احدد من هذه اشوف كميه الاثار على كل كومبوننت موجوده. والله ده المشروع ده على فكره شوف علامات الاكس مليانه في ادفيرس
موجودة مثلا لو جينا بصينا هنا. طيب ايه اللي مش قدامه اكسات خالص؟ مثلا اللاند ترانسبورتيشن لا فاضي قدامه، مثلا الاجريكلتشر فاضي قدامه، يبقى معناها ان المشروع ده ملوش علاقه ولا ياثر على الزراعه ولا اللاند. لكن نيجي نبص على ايه تاني، مثلا على السيرفيس ووتر هيدرولوجي، هنلاقي قدامه دي اه ده معناها في تاثيرات ادفيرس هي موجوده، وعندي برضو هنا السيرفيس، وعندي الاندنجر سبيشيز، وبرضو عندي التيرستيال والفورست والغابات والفيشرز والاسماك. يبقى دي تاثيرات من قوام البحث، بقدر اخد رؤيه كامله عن موضوع التأثيرات البيئية على المشروع ككل وليس على أنشطته أو مراحله. في عندنا هنا في الكوشنير تشيك ليست اللي هي قوائم من فحص الاستبيانية، إن أنا عندي ببساطة جدا من العنوان معروف إيه معناها، إن أنا في عندي مجموعة من الأسئلة محتاجة أجاوبها. الأسئلة دي بتهتم بالآثار الغير مباشرة وإجراءات التخفيف الممكنة. برضو إن هي نستطيع من خلال هذه الكوشنير تشيك ليست ان انا تديني تصنيف للاستيميتد امباكت، الاثار اللي هي المتوقعه، من هايلي ادفيرس تو هايلي بينيفيشال اللي هي التي لها تاثير سلبي عالي جدا الى التي لها تاثير ايجابي عالي. الكوشنير تشيك ليست اللي هي قوائم الفحص الاستبيانيه، ده مثال على اللي احنا شرحناه في الشريحه اللي قبل كده، بيديك اسئله ونجاوب عليها. هل مثلا ار دي زير نون ديزيز بروبلم ان ذا بروجكت اريا ترانسميتد، هل في مشاكل امراض في منطقه المشروع بتتنقل عن طريق الحاجات الطايره او بنسميها زي الناموس والسنيل والفلايز، يعني هل في امراض في المنطقه موجودة بتتنقل عن طريق الأنواع الناقلة ولا لأ؟ يس ولا نو ولا نوت نون؟ Are these vector species associated with، هل هذه الأنواع الناقلة ناتجة عن aquatic habitats بيئة بحرية ولا forest habitats بيئة الغابات ولا البيئة الزراعية؟ عندي يوبايس أو نو أو نوت نو. طيب will the project provide opportunities for vector control through improved standard of living، هل المشروع ده هيدي فرصة لأن أنا أعمل أتحكم في هذه الأنواع الناقلة وأقدم منها نتيجة تحسين مستوى المعيشة؟ برضه يس ولا نو ولا نوت نو. الاستيميتد امباكت اون ديزيز فيكتور، ما هو التأثير المتوقع على الامراض الناتجه من هذه البكتيريا؟ هاد اي ادفيرس ولا انسيجنيفيكانت ولا هاي بنفيت؟ بالنسبه للثري شولد اوف كونسيرن تشيك ليست، هي عباره عن ايه؟ لسته او قائمه للانفيرومنتال كومبوننت، وبضع لكل كومبوننت من هذه من كل مكون بيه ثري شولد. الثري شولد ده ان انا لما باجي اعمل اسيسنج للامباكت، اقيم الامباكت، ارجع للقيمه دي، حد معين، حد كمي، بحط ايه؟ ثريشولد اوف كونسيرن، حد الاهتمام اللي هو بحطه في صوره كميه، الحد ده يزيد، لما يزيد عنه اقدر احدد ان الاثر ده بدا يخرج عن الليمتس المطلوبه ولا لا. ذا امبليكيشن اوف الترناتيف بروبوزل، لو انا عندي ثلاث اماكن او اربع اماكن بقدر استطيع اقول والله افضل مكان لتقليل على تقليل اثاره على الكومبوننت دي هيبقى فلان الفلاني في الموقع الفلاني. ده هنشوفه واحنا بنبدا نشوف البرنامج او الاكزامبل اللي موجود في التيبل اللي جاي ان شاء الله. فلو احنا هنقارن ثلاثه الترنيتيف، تمام، ثلاث اختيارات بثلاث اماكن ونشوف مين اخلهم تاثير على البيئه. بالنسبه للثري شولد كونسيرن تشيك ليست، زي ما احنا شايفين في الجدول تيبل انفيرمنتال كومبوننت في العمود الاول، اير كواليتي، ايكونوميك، اندنجرد سبيشيز، ووتر كواليتي، ريكريشن، وحاطط لكل كومبوننت الكرايتيريا بتاعته، يعني الاير كواليتي الهواء، نوعيه الهواء، الاميشن ستاندرد، الانبعاثات، الايكونوميكس الاقتصاد، البنفيت كوست ريشيو، الاندنجرد سبيشيز الانواع الخطيره، البيرد اوف سبوتد اولز، مختار هو الانديكيتور بتاعه
اللي هو عدد الازواج من انواع معينه من البومه. الووتر كواليتي، الووتر كواليتي ستاندرد اللي هي ايه برضو معايير نوعيه الميه. الريكريشن، عدد مناطق اللي هي ايه الترفيه. حاطط تي او سي اللي هي تري شولد اوف كونسير اللي هي بتقول ايه بقى معناها، ان هي دي الحد اللي انا بتعامل معاه في المقارنه ما بين كل اختيار والتاثيرات بتاعته مقارنه بالتي او سي اللي هو تري شولد اوف كونسير، حد الاهتمام او الحد اللي احنا معيار بتاعنا اللي بنرجع ليه عشان نقول هل في مشكله ولا ما فيش. لو جيت خدت الاختيار اكس هتلاقي الامباكت بتاعه 2، وكلمه سي اللي جنبه دي هو حاطط كاتيجوري اي وبي وسي ودي اللي هي عباره عن ايه المده الزمنيه للامباكت. اللي يهمنا طبعا هو القيمه بتاعه الامباكت اكتر من المده الزمنيه. لكن لاحظ حاجه، ان واحد من دول بس كلهم لازم يكون القيم الموجوده دي ان هو ما يتعدهاش. طبعا الكوست البنفيت تو كوست لو هي واحد يا شباب زي ما قلت لكم الرموز اللي هي A و B و C ودي التصنيفه بتاعتها مشروحه هنا، مش محتاجين يعني ايه نشرحها بالتفصيل لان احنا برضو عشان تبقى فاهم ايه الرموز دي معناها ايه. لكن احنا قلنا التركيز عندنا على القيم الكميه المقارنه بالتي او سي، حد الاهتمام او الثري شولد اوف كونسيرن اللي هو الحد اللي بقيس عليه الامباكت بالمعايير المطلوبه. بالنسبه للماتريكس اللي هي المصفوفات، وهي دي تعتبر الموست كومنلي يوزد ميثود، اكثر طريقه مستخدمه في تحديد الاثار الامباكت ايدنتيفيكيشن. هي عباره عن بتبقى واخده تو دايمنشن، يبقى الفكره فيها انها بتاخد تو دايمنشن. واحد في الدايمنشن دول يعني لو اتكلمنا وقلنا الشكل بتاعها بيبقى عامل ازاي، ان انا بقول عندي واحد بيحدد لي عمود بيقول لي الانفيرومنتال كومبوننت تمام، والتاني الانفيرومنتال كومبوننت بيبقى موجود عندي، والتاني بيحدد لي الاكشن بتاعة المشروع، مراحل المشروع، بيحدد لي ايه؟ مراحل المشروع. يبقى اذا بيربط هنا الاثر، فاكرين التشيك ليست قلنا لا مالوش علاقة، بيتكلم في المجمل، مجمل المشروع ده تأثيره على الووتر كواليتي، على الاير كواليتي، على التربة، على البني ادمين. لكن لا، في الماتريكس بقى الميزة اللي فيها انها بتعمل لي ديتيل، يعني بتاخد في الاعتبار ان مراحل المشروع وانشطه المشروع المختلفه كل نشاط ليه تاثير معين على كل كومبوننت. يبقى دخلها في تفصيل اكثر عمقا، وطبعا دي هي الاكثر شيوعا في استخدامها في تقييم الاثر البيئي للمشروعات. طيب هي عباره عن يعني زي ما قلنا كده، طبعا هي مهمه جدا ان احنا نفهم ايه معنى هذا الكلام. احنا في الماتريكس عندنا، لو انت لاحظت في السمبل ماتريكس عباره عن عندي ايه؟ عندي العمود الاولاني ده انفيرومنتال كومبوننت تمام؟ ومقسم المشروع الاكشن بتاعت المشروع لمرحلتين، الانشاء والتشغيل. وجيت في مرحله الانشاء الانشطه بتاعته او المحاور بتاعته بقى عندي يوتيليتيز مرافق، وعندي ريزيدنشال اند كوميرشال بيلدينج اللي هي المناطق السكنيه والتجاريه. وجيت في التشغيل لما المشروع يشتغل بعد الانشاء عندي ريزيدنشال بيلدينج موجوده فعلا، وعندي الكوميرشال بيلدينج مناطق تجاريه، وعندي الباركس اند اوبن سبيسز اللي هي ايه المناطق اللي هي الايه المناطق الخضراء والمساحات الايه المحيطه اللي هي المساحات المفتوحه زي ما بيقولوا اوبن سبيس. لو جيت بصيت هنا في السمبل ماتريكس هو خد الكومبوننت سويل اند جيولوجي، في مرحله الانشاء في اثر هيتم تاثير هيحصل على اليوتيليتي، وفي تاثير هيحصل على الريزيدنشال. طيب في مرحلة التشغيل لا مفيش، يعني شوف التأثير على الصويل والجيولوجي جه بس في مرحلة الإنشاء، بعد المشروع اشتغل مفيش أي تأثيرات من أنشطة المشروع سواء ريزيدنشال أو كوميرشال أو بارك أند أوبن سبيس. لو جيت شفت الإنفيرمنتال كومبوننت التاني فلورا والفونا كله في اليوتيليتي في الكونستراكشن بس ليه تأثير، هنا الفلورا في الباركس أند أوبن سبيس موجود، الفونا برضو نفس الكلام. الاير كواليتي لو لاحظت هتلاقيه مثلا في مرحله الكونستراكشن مفيش حاجه موجوده لها تاثير كبير، ولكن موجود عندي في مرحله كوميرشال بيلدنج في الاوبريشن وهكذا. الووتر كواليتي عندي في اليوتيليتي اثناء الانشاء وبرضه موجود عندي، فهكذا هي السيمبل ماتريكس.
نيجي يا شباب لنوع تاني من ماتريكس المصفوفات بنسميها الويتد ماتريكس، اللي هي محسوب لها ويتس، يعني المصفوفه اللي بتعتمد على الويتس. فانا هاجي اقول ايه؟ اديك مثال صغير لطيف جدا، والمثال ده هيوضح لنا كل حاجه. انا عندي العمود الاولاني ده في الانفيرمنتال كومبوننت، والافقي دوت في سايت A والسايت B والسايت C. طيب لو انا جاي عاوز اقول لك والله انا هاخد الاربعه كومبوننت دول، اير كواليتي، ووتر كواليتي، نويز، ايكو سيستم، والتوتال، واقول لك والله شوف لي احسن موقع يكون له اقل تاثيرات بيئيه على المكونات البيئيه او مكونات البيئه، تيجي نعمل ايه؟ نقول والله احنا هندي ويت، هندي ريلاتيف ويت لكل كومبوننت، بحيث ان الويت كلها بتاعت الكومبوننت تبقى من 100. فاجي اقول اه لا انا شايف ان المشروع دوت الووتر كواليتي فيه اكيد في اي مكان من الاماكن المحيطه بيه هيبقى واخد ويت 42، لانه اخطر حاجه تاثير على الميه. واجي ادي طبعا ده معتمد على الجادجمنت والاكسبيرينس بتاعتنا، الخبرات، وعلى تفاصيل المشروع وتفاصيل المناطق المحيطه واللي اوت وحاجات كتيره جدا. ده اللي بيخليني كخبير اقدر احط ويت ووتر كواليتي 42. الاير كواليتي لا، هقول ده رقم 2 يجي بعديه مثلا، او لا الايكو سيستم نفسها تخليها 28. الاير كواليتي اديها 21. النويز اللي هو الضوضاء اديله 9. التوتال بتاع دول في الصف في الرقم A في العمود الاولاني 100، لو جمعتهم هيطلعوا 100. واجي ادي تقرير، ادي عند كل سايت اقول تاثير المشروع على الانفيرومنتال كومبوننت بتاع كل سايت هديله من 0 ل 10. يبقى ركز معايا، يبقى انا حطيت كومبوننت نفسها كلها لها ويتس الاول، وكل ودي من 100 مجموعه، وجيت قلت كل سايت تاثيره على الكومبوننت المعين ده هديله ويت، تمام؟ يبقى معناها الامباكت ده هديله رقم تاني عظيم، هديله الامباكت بتاع البروجكت هديله قيمه من 0 ل 10، من 0 ل 10. فاقول والله ان عند السايت ايه المشروع ده هيأثر على الاير كواليتي برقم 3، الامباكت بتاعه 3. طيب عند السايت ايه هيأثر على الووتر كواليتي ب 6، هيأثر على النويز ب 5، هيأثر على الايكو سيستم ب 5، ده اللي هو تحت العمود الاول في السايت ايه. طيب واللي هو يعتبر العمود الثاني من بعد الايه القيم اللي انا حطيتها الويتس. طيب السايت ايه اضرب ضرب الويت الاصليه اللي انا حاططها لكل كومبوننت عندي، اضربها في تاثير في الامباكت بتاع الموقع على هذا الكومبوننت. فعندي 3 21 63 6 في 42 52 5 في 9 في 45 5 في 28 ب 140. اجي اقول الاي في سي حاصل مجموعهم اداني 500، واجي بنفس الطريقه برضو اضرب ان تاثير الموقع بي على الكومبوننت كان 5 مثلا في الهواء، اضرب 5 في 21 ب 105، 2 في 6 2 في 42 ب 84، وهكذا حتى اصل اجمع الاي في سي دي للسايت بي واطلع الرقم، وبنفس الطريقه اكررها مع السايت سي. اللي يطلع لي اقل قيمه في المجموع يبقى هو ده احسن موقع له اقل اثار بيئيه، احسن موقع له اقل اثار بيئيه، وبالتالي بنسميها الويتد ماتريكس. وهنا يا شباب انا اديكم مساله تتدربوا عليها، تقول لي برضو نفس الكلام ان احنا هننشئ مشروع في ثلاث مواقع ومديك الداتا كامله نفس النظام، بس مديك مغير لك شويه في الارقام، وبقول لك والله احسب لي، قول لي سيلكت ذا ليست سايت انفايرومنتالي هارمفول، نديك كل حاجه وبقول لك قول لي احسن موقع يكون اقل تاثير او مضار على البيئه. بنفس الطريقه برضو هتحط الويتس موجوده، هو مديها لك ومديك كمان الامباكت بتاع كل مشروع على كل كومبوننت، حصل ضرب الاثنين والتوتال بتاعهم لكل موقع، اقل واحد هو اقل تاثير على البيئه. والشريحه دي هتشرح الويتد ماتريكس، بس بدل ما كنا بنتكلم ويتد ماتريكس على الالترنيتيف بتاعت المشروع بدائل المشروع، لا هنقول الويتد ماتريكس اللي هي شامله البروجكت كومبوننت مكونات المشروع. فلو جينا خدنا المثال اللي قدامنا في هذا الشكل هنلاقي الاير كواليتي، الووتر كواليتي، النويز، الايكو سيستم، ده في العمود الاولاني، وبعدين مدين ويتنج برضو مجموع امبورتنس ويتنج، الاهميه الكميه، الاهميه الكميه، مدين هنا 21 مجموعهم من 100 برضو،
بتجي هنا 21 ده الاير و42 ده الووتر والنايت 9 والايكو سيستم 28 المجموع 100. فجي هنا في المحور اللي هو الصف اللي هو الفوقاني دوت اللي فيه بقى تريتمنت المراحل بقى تريتمنت بلانت محطه المعالجه البامب ستيشن الانترسبتور الاوتبوت دي كومبوننت كلها بتاعه المشروع. فراح مدي عامل ويتنج برضو لمكونات المشروع تريتمنت بلانت بالنسبه للاير كواليتي عمل لها 10 بالنسبه للبامب ستيشن مع الاير كواليتي عمل لها 0 مفيش ويت بالنسبه للاير كواليتي مع البامب. الانترسبتور عمل له 50 الاوت فول عمل له 40 المجموع ده يا شباب هو مجموع 100 لو انت خدت مكونات المشروع التريتمنت 10 البامب مفيش الانترسبتور 50 يبقى 60 الاوت فول 40 يبقى كله 100. يبقى اذا معانا حطينا ايه ويت زي ما عملنا امبورتنس ويتنج لمكونات البيئه هنعمل برضو لمكونات الريليتيف ويتنج بتاع البروجكت كومبوننت تمام. وبعد كده هنقول ايه كل كومبوننت الامباكت بتاعه ايه على كل كومبوننت من مكونات المشروع الامباكت بتاعه ايه على كل كومبوننت من مكونات البيئه. يبقى مكون تاثير البيئي لكل مكون في المشروع على المكون البيئي. فعندك مثلا دول من 10 يعني من 0 ل 10 فعندك تريتمنت بلانت الامباكت بتاعها على الاير كواليتي 8 فيبقى بنعمل ايه البامب ستيشن مفيش تاثير على الاير كواليتي الانترسبتور 7 على الاير كواليتي الاوت فول 8 فباجي اقول ايه بقى اجمع اقول حاصل ضرب كل كومبوننت الريليتيف ويت بتاعه اللي هو الكومبوننت مضروب في الويت بتاع الكومبوننت البيئي تمام مضروب في الامباكت بتاع هذا الكومبوننت على الكومبوننت البيئي. يبقى بقول ايه عندي اول حاجه هنا في التريتمنت بقول في الاير كواليتي بقول 21 مضروبه في 10 في 8 زائد 21 في 0 مفيش زائد 21 في 50 في 7 زائد 21 في 40 في 8 يديني التوتال 15750. يبقى لو انت لاحظت تقول مكونات المشروع على الاير كواليتي تاثيرها عامل 15750 برضه نفس الحكايه الووتر كواليتي الويت بتاعه 42 وبنيجي نقول ايه؟ نقول اه هنا هنقسم التريتمنت بلانت لو لاحظت فعلا الويت بتاعها 100 بالنسبه للووتر الويت بتاعها 100 بالنسبه للووتر لكن البامبنج ستيشن مفيش الانترسبتور مفيش الاوت فول مفيش. اذا معناها ايه؟ اللي عندي بعد كده التسعة دي الامباكت بتاع التريتمنت بلانت على الميه طبعا هنا مفيش لا البامب ولا كده فتيجي تقول الووتر كواليتي تاثيرها على مكونات المشروع تاثيرها على الووتر كواليتي ايه؟ كل مكونات المشروع تاثيرها على الووتر كواليتي 42% في 9 يطلع كام؟ 37800. نيجي هنا في النويز النويز الويت بتاعه 9 تمام والتريتمنت بلانت حطينا مفيش زيرو وهنا مفيش البامبنج ستيشن لو لاحظت هي ال 100 لان فعلا اكثر حاجه عامله نويز في المحطه هي البامبنج ستيشن فادها ويت 100 وتاثيرها على وتاثير البامبنج على النويز حاطط لها امباكت 3. اذا معناها ايه؟ الويت ك 100 والامباكت 3. نقول بقى تاثير مكونات المحطه على النويز على الضوضاء يبقى عندي 9 في 9 9 في 9 في 0 زائد 9 سوري 9 في 0 زائد 9 100 في 3 زائد يطلع كام؟ 9 في 100 في 900 في 2700. الايكو سيستم نفس الحكايه امشي الامبورتنت ويتنج قدامه كام؟ 28 في 10 في 5 زائد 28 في 20 في القيمه اللي هي 4 زائد 28 في 40 في 8 زائد 28 في 30 في 8 يبقى معناها ايه؟ ان انا بقول المجموع الكلي 19620. اجمع العمود الاخير ده كله يديني التوتال التاثير بتاع المشروع دوت على البيئه. وبالتالي لو عندي مشاريع اخرى بنفس الكلام دوت هقول مين اقل واحد فيهم وده بيديني انديكيشن كويس برضه ان انا اقدر ابص اشوف اكتر المكونات دي كلها اكتر تاثير على اي مكون بيئي على البيئه. فتلاقي مثلا اعلى حاجه لو لاحظت هنا
في الايكو سيستم 19 1920، لا اعلى حاجه الووتر كواليتي عفوا 37 800، جاليها وراها الايكو سيستم، جاليها 15 700 الاير كواليتي. فهنا تديني انديكيشن كويس ان مكونات المشروع التفصيليه دي اكتر مكونات اكتر مكون بيئي اتاثر بمكونات المشروع، وفي نفس الوقت تديني التوتال التاثير الكلي على البيئه وعلى مكونات البيئه. وبالتالي اقدر اقول لو في بروجكت تاني مماثل زيه اقدر احسب برضه التاثيرات البيئيه بتاعته واختار اقل واحد تاثير. بالنسبه للاوفر لي مابس، وانا بسميها الخرائط المتراكبه، الخرائط دي ايه الفكره منها؟ ان انا بحدد بحط المشروع، احط خريطه عامه للمشروع بموقعه بالتفصيل، واجي اقول اعمل خرائط اخرى للمكونات البيئيه اللي الخبراء قيموا انها اكثر اللي هي اللي هتتاثر تاثير كبير. يبقى اذا معناها ان انا بعمل خريطه بالموقع نفسه، وبعد كده بعمل خرائط اخرى كل خريطه تمثل الكومبوننت اللي هيتاثر من وجهه نظر الخبراء، واضع هذه الكومبوننت فوق بعضها. لو انت جيت شفت الرسمه اللي بعد كده، زي ما انتم شايفين في الخرائط الموجوده، خريطه للووتر، خريطه للستلمنت، خريطه للفيجوال، بنركب الخرائط دي، والهيستوريكال سايت الايكولوجيكال، بنركب الخرائط دي على بعضها، ونيجي نقول التاثير على الكومبوننت ده، تاثير المشروع على الكومبوننت بتقاس بدرجه الشيدنج او الظل، كل ما يكون داركر كل ما يكون التاثير اكثر شده. وطبعا الكومبوز بقى التاثير الكلي للمشروع بيكون في خريطه الكومبوز دي اللي بتبين لي اللي هي التركيبات بقى، تركيب كل دول على بعضهم اداني المناطق برضو الاكثر ظلما او داركر بتبقى اكثر شده في التاثير. هنا في هذه الشريحه بتقول العوامل اللي بتاثر على اختيار طريقه تحديد الاثر. طبعا انها تكون من ضمن الحاجات فيها كومبلينس مع ريجوليشن، توافق مع او مطابقه مع القواعد واللوائح، انها بتديني كومبريهنسيف كفرج اوف فور رينج اوف امباكت، بتديني تغطيه لرينج كبير جدا من التاثيرات يشمل السوشيال والايكونوميك والفيزيكال. برضو انها بتفرق الطريقه نفسها، بتفرق ما بين البوزيتيف والنيجاتيف واللارج والسمول واللونج والشورت تيرم والريفرسبل والريفرسبل امباكت. وتكون برضو الطريقه من ضمن الحاجات اللي بتاثر في اختيارها انها بتكون بتحدد لي السكندري والاندايركت والكومبليتيف امباكت از دايركت امباكت. الطريقه برضو ان هي برضو بتبين بتميز ما بين السيجنيفيكانت والانسيجنيفيكانت، انها بتسمح بمقارنه ما بين الالترناتيف بتاعت الالترناتيف المختلفه للمشروع، وبعدين كونسيدر امباكت ويزن الكونسترينت اوف اني اريا، وبرضو بتحتوي على معلومات كميه وكيفيه، كميه ونوعيه عفوا، كميه ونوعيه، ايضا تكون برضو سهله وايكونوميك واقتصاديه وبتدي كونسيستنت ريزلت. وبالتالي دي معظم الفاكتورز اللي بتاثر على اختيار طريقه تحديد الاثر.